اروح لضيوفي كابتن نبيل، يعني الف مبروك. الف مبروك، الف مبروك للجمهور مجلس الاداره ولينا جميعا. الف مبروك يا كريم. الف مبروك كابتن هيثم، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك للاعيبه، والف مبروك لينا كلنا. كده كابتن نبيل، النادي الاهلي قدم في مباراه قبل نهائي، ننتظر مباراه المرتبط فقط يوم السبت ان شاء الله. بالنسبه للاهلي والزمالك مش هنقدر نعمل كده، لازم نستنى الكبار كمان، يعني لازم نستنى الكبار، لان برضو يعني الفرقه دي يعني خلال الكوارتر الثالث والرابع جايبه 62 نقطه. صحيح، 62 نقطه تنقل. ليه اجيب 29 الاول والثاني؟ هم بس رجعوا يلعبوا بروح، رجعوا يلعبوا مستواهم، واضح جدا كل واحد رجع لمستواه، وواضح ان كمان ما بين الشوطين حصل كلام معاهم في الموضوع ده، فده وضع طبيعي يعني.